أهلا بكم. بعد مرور 19 يوما من هذه الحرب الهمجية على غزة، لا تزال مشاهد القتل والدمار هي سيدة المشاهد، فكل ساعة يقتل العدوان الإسرائيلي 14 مدنيا فلسطينيا، وفي كل 20 دقيقة تسلب حياة امرأة فلسطينية، وكل 15 دقيقة يفطر قلب أم أو أب على طفل غيبته قذيفة دمرت بيته أو مدرسته. هذا ما قاله وزير خارجيتنا بالحرف في وصفه للواقع في غزة. لكن وسط هذا الواقع بدأ النشاط الدبلوماسي يطل برأسه وبجرعات أكبر، بل دعونا نقول بجرأة أكبر. فالأردن لم يبقي طريقا إلا وسلكه من أجل إنهاء هذه الحرب المسعورة على غزة، بل وصل النقد إلى مجلس الأمن الدولي. فنحن لا غير من قلنا يبدو أن إسرائيل فوق القانون الدولي، وهي من تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط. في حلقة اليوم مشاهدينا من صوت المملكة نسأل: هل إسرائيل فعلا فوق القانون الدولي؟ وكيف أيضا نوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة؟ وما هي الأدوات المطلوبة؟ وما هي الأوراق المتوفرة إن توفرت؟ وكيف لنا أن نقاضي إسرائيل؟ وكيف أيضا نغير من المزاج العالمي؟ وما هي اللغة التي نخاطب بها دول العالم؟ كل هذا وغيره مشاهدينا الكرام سوف نناقشه وبشكل موسع مع ضيوفي هنا بالاستوديو. اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي عضو مجلس الأعيان أستاذ جميل النمري، فأهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك، حياك الله. أيضا بأستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية دكتور عمر العكور، فأهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. لحظات ونبدأ بإذن الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا قراءة أوفى بهذه الحرب الإسرائيلية العدوانية الهمجية على قطاع غزة. أعود وأرحب بضيوفي هنا بالاستوديو من جديد، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. اسمحوا لي بداية أبدأ مع أستاذ جميل النمري عضو مجلس الأعيان، فأهلا وسهلا بك أستاذ جميل. أستاذ جميل، دعنا أبدأ بداية قبل الحديث عن القانون الدولي وما هي المسارات المتوقعة في المستقبل القريب في ظل هذه الحرب المستمرة، لنتحدث عن المستجدات. تابعنا قبل قليل في خبر عاجل عن استشهاد زوجة وابن وبنت مراسل الجزيرة الزميل الصحفي وائل الدحدوح. اليوم الحديث ليس فقط عن قتل الصحافة، إنما حتى بإيذاء الصحفيين بعائلاتهم. بداية كيف تعقب هذه المستجدات؟ واليوم الحرب كما يقولون ليست فقط عسكرية، تحمل وجه إعلامي في ظل هذه البروباغاندا الإسرائيلية بما يخص الحرب المستمرة على قطاع غزة. تفضل. الله يمسك بالخير والمشاهدين الكرام. أولا نوجه أحر التعازي للصحفي وائل دحدوح ولكل من أصيب بهذه المصيبة المروعة، وهي تقول بالضبط ما قاله وزير خارجيتنا اليوم، أن لكل طفل يقتل أم تقتله، ولكل أم تقتل أطفال، ولكل أب أبناء. هؤلاء ليسوا أرقام، هؤلاء أسماء ناس، عائلات عايشين لهم ذكريات، لهم محبين، لهم ناس بدهم يديروا بالهم عليهم. كلام وزير الخارجية كان مؤثر، وهل هذا الخبر بقول لنا أنه لما بنعطى خبر استشهد 10-15-20 بينهم أطفال، هذا هو صحفي معروف لكل الناس، زوجته، ابنه، بنته وآخرين من عائلته قتلهم القصف الهمجي الإسرائيلي. هؤلاء ليسوا عسكر، هؤلاء مدنيين. هذا صحفي يقوم بواجب مقدس، والقوانين الدولية تنص على حماية الصحفيين في زمن الحرب. ومثل عائلة الدحدوح في كمان مئات العائلات نفس الشيء. صحيح. ناس مدنيين، ناس ليس لهم مش طرف في القتال. الشيء المؤلم واللي أنا لا أذكر إطلاقا في السابق في الحروب أن حدث ذلك،
رؤساء دول بعد أسبوعين تقريبا من القصف الهمجي والعشوائي، تدمير المنازل على رؤوس أهلها وعلى الأطفال، بيجي يرجع يحكي بالقتل الإسرائيليين، وبيستخدم أفظع العبارات في توصيف بشاعة المجزرة وتأثرهم فيها. وهو عندك يعني إذا كانت هاي حادثة في يوم واحد وقتل فيها نصفهم جنود، بالمناسبة في اعتراف ب300 وشوي جنود، بالمقابل قدامك وفي نفس اللحظة عم يقتل أطفال ونساء وتمارس كل البشاعات الممكنة، ويطلب إخلاء المستشفيات بما فيها المرضى اللي ممكن يكونوا بالICU. وهذه نقطة أيضا عقب عليها جلالة الملك، قال يخشى أن ينظر العالم على أن حياة الإسرائيلي أو حياة الفلسطيني أقل أهمية من حياة الإسرائيلي. هذا يعني هذا ما يعبر عنه، أنه أنتم تنظروش لحياة البشر بالتماثل. وربما جلالة الملك أول واحد أشر على ذلك بوضوح، واعتبروا أنه رسالة خطيرة من الغرب، وهلا ممكن نحكي بدلالاتها. ولكن بدي أظل عند حادث مقتل عائلة الصحفي وائل الدحدوح، لأقول بأنه تقدم لكل من يريد أن يرى، لكل صحفي في الغرب، لكل مسؤول في الغرب، أنه هذول اللي عم بنقتلوا في فلسطين، هذول اللي عم الطائرات والمدافع الإسرائيلية عم تقتلهم. صحيح. طيب احكي نفس الكلام وبنفس الطريقة، دين هذه الأعمال الإسرائيلية. العكس، عندما تحدث بشكل موضوعي غوتيريش بالأمس انهال عليه الغضب الإسرائيلي بناء على ما قدمه في مجلس الأمن. أنتقل بما قلته أستاذ جميل النمري حول القوانين الدولية تحرم استهداف الصحفيين وتحرم استهداف المدنيين والمناطق السكنية والمساجد والكنائس إلى غير ذلك. إسرائيل انتهكت كل شيء في قطاع غزة. وأنتقل بهذا السؤال للدكتور عمر. دكتور عمر، هل بقي شيء لم تقم به إسرائيل؟ أولا مساء الخير إلى كل مشاهدينا الكرام، والرحمة والخلود لشهدائنا. وحقيقة نعزيكم ونعزي أنفسنا وفاة عائلة الشهيد الدحدوح. حقيقة فيما قبل ما أدخل بها الصحفي استشهدت، قبل ما ندخل بهذه ليست أول مرة إسرائيل، يعني ليس بعيدا عن ذاكرتنا شيرين أبو عاقلة، تم اغتيالها بشكل مباشر قبل العائلة، تم اغتيالها بشكل مباشر. والصحفي بالقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني هو محمي، هو مدني، والمدنيين محميين. ما معنى كلمة الحماية؟ لما احنا بنقول قانون دولي إنساني نقول أنه محمي بالقانون الدولي الإنساني وأن هناك انتهاك. الحماية تعني ببساطة أن التعرض له يرتب مسؤولية. قانون الدولي الإنساني بشكل عام والذي تنتهكه إسرائيل والتي نقول أنها فوق القانون، هي تتعرض لكل ما هو محمي بهذه القواعد القانونية. بمعنى أن في القانون الدولي الإنساني بقول أنا بحمي غير المشترك في العمليات العسكرية من المدنيين أو العسكريين الذين خرجوا من النزاع، إضافة إلى ذلك بحمي الأعيان اللي بنحكي عنه إحنا البشر والحجر. هلا الآن إحنا بواجهنا موجة من إنه حتى في الجامعات ومن الطلبة إنه عم بقول لك ما فيش قانون دولي، إسرائيل تنتهك القانون الدولي وهي فوق القانون الدولي بشكل عام. نعم. لكن واجبنا ألا نرفع أيدينا عاليا ونقول إنه نستسلم، هنالك قوى عظمى وما إلى ذلك. يجب أن نبين هذه الجرائم إلى العالم وننقلها إلى العالم. إسرائيل ليست فوق القانون، هي تنتهك، نتفق معك، هي منتهكة لقواعد هذا القانون، لكن هنالك سيأتي يوم ستحاسب فيه أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام الاختصاص الجنائي العالمي. الشواهد السابقة لم تنصف الشعب الفلسطيني فيما يخص كل القضايا التي تخص القانون الدولي وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية. خلينا أنتقل إياك قليلا وأثبت لك أنه القانون الدولي أو هنالك قد يكون هنالك مساءلة. ابتداء الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره كانت خطوة على الطريق في بداية إنشاء الدولة الفلسطينية. ثانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسمح لها بالانضمام إلى الأمم المتحدة، وأن كان هذا الانضمام على شكل دولة مراقب، لكن هو وجود لهذه الدولة على المسرح الدولي. ثالثا انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، فلسطين الآن عضو بالمحكمة الجنائية الدولية، وتستطيع بمقتضى القانون بالنص القانوني بمواده النظام الأساسي المادة 13 تستطيع فلسطين أن تتقدم بشكوى، لأنها هي دولة تحت الاحتلال، وبالتالي تمتد ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية.
إضافة إلى ما أقول لك أن الجرائم الدولية بشكل عام لا تسقط في التقادم، طال الزمن أم قصر. دكتور عمر جميل، نعم. أنت بتحكي قانون دولي، لكن المشاهد بسمعنا اليوم بيقول أعطيني مسؤول واحد إسرائيلي. أنا بقول لك، أنا بقول سيدي ستيفي ليفني رجعت من لندن لما كانت وزيرة خارجية إسرائيل، ذهبت إلى لندن، رجعت من لندن. أرييل شارون من بلجيكا، هنالك بعض الأشياء. هذا يدل على أن القانون الدولي يتحرك. إحنا دائما نقول القانون الدولي بدون مخالف، ما ليس لديه المكن أو القوة القانونية لتنفيذ ومحاسبة من يقع عليه انتهاك لهذا القانون. لكن ما هو الحل على الجانب الآخر؟ ما هو الحل؟ إحنا أول ما حاولت فلسطين انضمام للأمم المتحدة هددت أمريكا باستخدام حق النقض الفيتو، وهذا الكل يعلمه. أيهما أفضل برأيك؟ لو رجعنا إلى الخلف وقلنا لا تنضم فلسطين، ومن الاستحالة بمكان أنه الأمريكان ما يستخدموش حق الفيتو. لكن بالجهد العربي وعلى رأس الجهد الأردني تمكننا من انضمام فلسطين عن طريق الجمعية العامة للمتحدة، وأصبحت دولة مراقب. صحيح هي ليست لا تستطيع التصويت، لكنها موجودة. الأثر القانوني اللي نتج عنه أنه أصبحت عضو في المحكمة الجنائية الدولية، الأثر القانوني الذي نتج عنه أنها تستطيع أن تقدم أو تتقدم بشكوى على إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ الأزل سيدي، ومنذ الأزل القواعد القانونية تتعرض للانتهاك، وما في مجرم بقول عن حاله مجرم. حتى في إبليس، إبليس لما رفض السجود جادل وقال خلقته من نار وخلقتني من طين. إسرائيل تقول أنه هذا لها حق في الدفاع عن نفسها، والعالم الغربي يؤيد ذلك، ونحن نجادل بحقنا ونقول لدينا الحق القانوني والمكنة القانونية، لدينا حق تقرير المصير، لدينا قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة، الصادرة عن المجلس الأمن، التي تعترف بها حق هذا الشعب في إقامة دولته. وعلى طيب أنا بدي أرجع لك فيما قال الصفدي حتى في موضوع أنه وضع مسار في مجلس الأمن، قال على إسرائيل إما أن ما يسري على باقي دول العالم يسري على إسرائيل، أو أن إسرائيل تختلف عن كل دول العالم، يحق لها ما يحق لغيرها. ننتقل للأستاذ جميل، وتحدث اليوم عن الخطاب الدبلوماسي الأردني والسياسة الخارجية الأردنية، وخاصة فيما يتعلق حاليا بالحرب المسعورة على قطاع غزة. المتابع بشكل واضح يرى نبرة تصعيدية بالخطاب الدبلوماسي الأردني في المحافل الدولية. ليش؟ لكي يتناسب مع حجم المأساة والكارثة وهذه الحرب المزدوجة عسكريا ومدنيا على قطاع غزة. وبالتالي كيف تقيم هذا الخطاب الدبلوماسي الأردني في المحافل الدولية؟ شوف، الخطاب الدبلوماسي الأردني تطور وصعد مع تزايد وتصاعد العدوان وظهور أنه مستمر ولن يتوقف، ويوما بعد يوم يأخذ أشكالا أكثر وحشية. أول انعطافة قوية في الخطاب الأردني بعد قصف المستشفى المعمداني، اللي وصل الأردن لإلغاء لقاء رباعي كان يفترض يشارك فيه بايدن. صحيح. رئيس أكبر دولة في العالم بده يجي على الأردن ويشارك في لقاء، الأردن ألغى اللقاء، وكان هذا مؤشر على انتقال الأردن إلى مرحلة جديدة، منعطف جديد في الخطاب. لم يعد مقبولا انه نجامل ونحكي وقف التصعيد او تخفيف التوتر، احتواء الموقف وهكذا. الموقف الاردني انتقل بصوره واضحه، وهو الوحيد عربيا، الى المطالبه بالوقف الفوري للحرب، لدرجه انه الاردن الغى اللقاء الرباعي لانه لم يكن سينتج عنه قرار بوقف الحرب. صرح وزير الخارجية الأردن قال لن نقبل بلقاء بعد اليوم لا ينتج عن وقف الحرب. هذا الموقف بدأ يعني يصبح هو الموقف الرسمي الأردني، المطالبة بوقف الحرب فورا، إلى جانب المطالب الأخرى الإنسانية، المطالب الإنسانية، الدخول المستمر للمساعدات الآن، وبقية المطالب الأخرى، وقف التهجير أو منع التهجير. الآن صرنا نحكي عن منع التهجير الداخلي، لأنه كان المطروح وجاب لينكن عنا بده يقنع الأردن ويقنع بقية الدول العربية بقبول لاجئين من غزة، تهجير لفترة الحرب وبعدين نرجعهم. الأردن رفض ومصر رفضت، انتقلت إسرائيل إلى الخطة باء، وهي التهجير الداخلي في هذه المرحلة من الشمال إلى جنوب قطاع غزة.
الأردن الآن يركز على منع التهجير الداخلي، وأنا بعتقد هذه الحلقة المركزية إلى جانب الصمود على الأرض في إفشال المخطط الإسرائيلي، مهمة جدا هاي. صحيح. والأردن يلتقط الحلقات المركزية في الموضوع، وقف الحرب، منع التهجير، هذول حتى ما يكون في تصفية للقضية الفلسطينية، هذا ملف العودة وهذا الموضوع. هذا صحيح. أيضا الأردن انتقل إلى خطوة جديدة بالحديث، كان يحكي عن السماح للمساعدات، الآن بيحكي عن كسر الحصار. وتعبير كسر الحصار يعني ليس إنهاء الحصار مطلقا، كسر الحصار يعني الدول، جميع الدول يجب أن تتحدى الحصار وتدخل المساعدات. هذه ما طرحته أستاذ جميل بحاجة بكل تأكيد لموقف دولي صارم يحمل إسرائيل مسؤولياتها، وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وتنفذ هذه القرارات الدولية، لأن يأتي هذا كله ضمن القانون الدولي بإدخال المساعدات الإنسانية، منع التهجير، وأيضا إيقاف جرائم الحرب بقصف المنازل السكنية والتي رأينا ثمنها آخر شيء استشهاد عائلة زميل وائل الدحدوح. أنتقل بهذا السؤال للدكتور عمر، اسمح لي أستاذ جميل. دكتور عمر، هل إسرائيل أو ما يسرع كل دول العالم يسرع إسرائيل أم ماذا؟ وهذا ما طرحه بشكل واضح بالأمس وزير معالي أيمن الصفدي. وخاطب مجلس الأمن الدول. صحيح. بقول لهم الحقيقة المفروض نعم، لكن الواقع مختلف. لا، بدي أرجع للخطاب السياسي الأردني، يعني برجع أبتدي بخطاب جلالة سيدنا في مؤتمر السلام اللي انعقد في القاهرة، كان يعني خطاب عاما وشاملا وعنوانا لمرحلة، حقيقة كان العنوان لمرحلة. إذا لاحظت ابتدأ الخطاب بالسلام، والسلام عليكم بأننا أمة لا تنشد إلا السلام، ثم انتقل إلى العهد العمرية اللي يدل على أن الأمة العربية والإسلامية هي ليست دولة إرهابية، ثم انتقل كذلك إلى أن يري أن الدم الفلسطيني أو الدم العربي ليس أرخص من غيره من الدماء الأمم الأخرى، ثم أخيرا طالب الأمم المتحدة، وهذا هنا محور سؤالك، والمجتمع الدولي بالنهوض بمسؤوليته، لأن ما تقوم به إسرائيل هو عبارة عن انتهاك لقانون دولي وجرائم الحرب، وهذه الجرائم تقع من ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية. لا بل نذكرها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، صور هذه الجرائم التي تختص المحكمة أو نظام روما الأساسي بها، مثل الإبادة الجماعية وهي ما تمارسه الآن إسرائيل، التهجير القسري وهي ما تحاول أن تفرضه على المجتمع الدولي، منع المواد الضرورية من ماء وحليب وكهرباء ووقود. الآن اليوم الصبح وزارة الصحة في غزة تعلن شبه انهيار تام للمنظومة الصحية، كذلك تمنع عن الأطفال الغذاء للأطفال. إذن كل ما تقوم به هذه من صور ننقلها إلى المجتمع الدولي طالبين بمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم. وحقيقة نحن نرى الآن والعالم كله يرى أن الموقف الدولي بشكل عام يتغير، لم يعد كما كان سابقا. بارح أو يعني في المنظور القريب مظاهرات مليونية في فرنسا، بعدما أن أصدرت الدولة الفرنسية قرارا بمنع المظاهرات، عادت بناء على قرار من مجلس الدولة وألغى القرار الأول، وحصلت أكثر من مظاهرة مليونية في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، في معظم دول العالم. الآن العالم الآن يعني وكأنه يقرأ القضية من جديد. هذا الشعب قالها جلالة سيدنا منذ أمد طويل، لن يكون هنالك سلام دون حق هذا الشعب الحصول على حقه في تقرير مصيره وبناء دولة المستقلة. الآن العالم يقرأ القضية الفلسطينية من جديد، يقرأها ليس بعين إسرائيل فقط وإنما بعيون عربية. واضح في كثير شعوب من العالم دكتور عمر ما بتعرف شو طبيعة الصراع حتى في فلسطين وفي دولة محتلة. نعم، مش إنه بس ما بين دولة ودولة أخرى، يعني يعتقدون أن ما قامت به المقاومة هو هجوم ليس له مثلا ماضي أو تداعيات أو أبعاد إلى غير ذلك. أنا بشكرك على هذه الملاحظة وتسمح لي هون أقف عندها قليلا. هو في القانون الدولي عندنا بما أنك اعترفت لشعب معين، شعب ما اعترفت له بحق تقرير مصيره وهو واقع تحت الاحتلال، إذن ما يقوم به هو مقاومة وليس إرهاب. بمعنى أن عندنا مجلس الأمن الدولي دائما بنقول، والأمم المتحدة عندما أنشأت الأمم المتحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية قالت لا يجوز اللجوء إلى القوة على الإطلاق كوسيلة لحل المنازعات، أي دولتين بصير بيناتهم خلاف يجب أن يلجأ إلى وسائل سلمية، سواء مفاوضة أو تحقيق أو وساطة وما إلى ذلك.
حتى كلمة الحرب أخي وصديقي لم تذكر في الميثاق إلا في الديباجة فقط للدلالة على بشاعة هذه الحرب، على بشاعة هذا الحدث. فبالتالي لم يسمح باللجوء إلى القوة إلا في حالتين: الحالة الأولى تنفيذا لقرارة مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع، وفي الحالة الثانية المقاومة، وهي المقاومة المشروعة، وهي في الحالة الفلسطينية. ولم تتحرر أي بلد وقعت تحت استعمار دون مقاومة، ومهما قامت به المقاومة من أفعال وأعمال أو لجوء إلى القوة لا يعد انتهاك القانون الدولي الإنساني. نعم، وهذا بيبرز لنا نقطة نرجع لكم فيها بعد الفاصل أستاذ جميل ودكتور عمر، فيما يتعلق اليوم شو المطلوب بالخطاب الإعلامي أيضا السياسي الذي يتوافق ما بين بعضهم البعض لإيصال الصورة الواضحة لم يحدث من صراع موجود حاليا في فلسطين المحتلة، ولكن اسمحوا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. فاصل ثم نعود إلى صوت المملكة. أهلا بكم إلى صوت المملكة من جديد، بالعودة الآن إلى ضيوفي هنا في الاستوديو. فأهلا وسهلا بكم من جديد، أعود للأستاذ جميل النمري. أستاذ جميل، معروف في حرب عسكرية بده يكون في مهما حصل مسار دبلوماسي لإيقاف هذه الحرب. الأردن يقوم بما عليه من دور كبير بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، واليوم كان هناك لقاء مع الرئيس الفرنسي في عمان. جلالة الملك كان واضح إيقاف الحرب وبسرعة وإدخال المساعدات الإنسانية. ولكن أسألك بهذه النقطة اليوم في ظل هذا التعنت الإسرائيلي الكبير، والآن تبعنا بالفاصل تصريحات لنتنياهو يتحدث سوف نجبي مزيد من الثمن كما يقول من حركة حماس، هل بقي هنالك أرضية لأي مسار دبلوماسي في القريب العاجل خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي والأمريكي أيضا؟ تفضل. هو المسار الدبلوماسي لا ينتهي أبدا، كما بقول الحرب هي السياسة بوسائل أخرى، وبالنهاية كل واحد عنده منظور شو بده يحقق سياسيا. الغرب بدأ بشيء ولكنه لم يعرف أين يريد أن ينتهي وماذا يريد، فهو الآن متورط في موقف أعتقد أنه مزيد من الضغط العربي، ويقوده الخطاب السياسي الأردني يمكن أن يفرض تعديلا قد يسبق الحرب البرية إذا ظهر تعثر معقول في الحرب البرية. الآن خلينا المشهد كان كالتالي: إسرائيل يعني أوذيت بقوة، ولأنها كانت أنتشبل هي لا يمكن لمسها، ما بصيرها انه تفوت عملية وعلى معسكرات وعلى مستوطنات وتحدث هذا الاثر الكبير والقتل. العالم تعامل معها بطريقة هستيرية، اقل ما يقال عنها طريقة هستيرية، ولذلك راحوا جميعا لدعم اسرائيل، وكلهم قادة الدول مباشرة الى تل ابيب لاعلان الدعم والتأييد والى اخره. طيب، إسرائيل تلقت دعما ما يكفي لكي تبدأ القصف الوحشي والحرب الوحشية على أهل غزة عن بكرة أبيهم، ووضعت أهداف هي بالنهاية الدخول إلى غزة وإنهاء حماس نظريا، هذا اللي وعد فيه نتنياهو. تعثر مشروع التهجير خارج غزة، خارج القطاع، فعادوا إلى التهجير داخل القطاع من الشمال إلى الجنوب. هذا المشروع أيضا لا يمشي كما يجب، إضافة إلى أنه يبدو أن المعلومات الإسرائيلية عن الأنفاق مقلقة لجهة دكتورة، خاصة شهادة صحيح الأسيرة الإسرائيلية، الأسيرة الإسرائيلية قالت تحت الأرض ولم تكن تشعر بشيء، وفي غرفة الساعة 25 شخص مرتبة تحت الأرض. يعني هاي المعلومات عززت كان هناك يعني شبه معلومات إسرائيل، فالآن تأكدت بأنه في بنية تحتية من الأنفاق راح تشكل مشكلة. هنا في هذه المرحلة من عدم اليقين
والتردد في دور للدبلوماسية. نحتاج إلى موقف عربي أقوى مما نشهده حتى الآن. الأردن يقود هذا الموقف لأنه تصريحات المباشرة للزعماء العرب ولوزراء خارجيتهم كانت ما زالت تتحدث عن وقف التصعيد أو تخفيف الأثر على المدنيين ولا تتحدث عن مطلب مباشر هو وقف الحرب. اليوم إذا لاحظت وزير خارجيتنا هو الذي تحدث باسم وزراء الخارجية العرب، صحيح، وقال أنا أتحدث باسم المجموعة العربية، وهي معي وزير خارجية الإمارات، وزير خارجية السعودية، وزير خارجية مصر، وزير خارجية فلسطين، ونحن على موقف واحد، وحكى المطالب بوضوح وحكى الإدانات اللي بوجهوها للأطراف الأخرى، مما في ذلك مجلس الأمن الدولي الذي امتنع عن مطلب وقف الحرب. هلا بالمناسبة احنا رايحين على الجمعية العامة، صحيح، بكرة وراح يصير تصويت. انا ارجح ان اخذ قرارا بوقف الحرب، بس مش ملزم، مش ملزم الجمعية العامة، مش ملزم، هي مشكلة، صحيح، هي مشكلة. انا بحكي عن ادوات الدبلوماسية تستخدم، صحيح، ما بيدها. ما هو اصلا لو موازين القوى غير هيك ما كناش بحاجة لكل هال لما حدث هذا الهجوم. بس فاحنا في مرحله لن يتوقف فيها العمل الدبلوماسي، يحتاج الى تصحيح، وهذا ممكن. يعني لما ماكرون بيجي على تل ابيب وبعلن يدعو الى تحالف دولي في مواجهه حماس شحطه داعش، نفس التحالف الدولي في مواجهه داعش بده اياه في مواجهه حماس. يعني هذه يعني تفحيطة زي ما بيقولوا بالعاميل. مش معقول سياسيا انت تدعو لشيء في الواقع. حماس جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني، يعني شئت ام ابيت هي بتختلف معها سياسيا، بتختلف ايديولوجيا، بتختلف بالوسائل، وطالما اختلفنا وعلنا. بس هذا شأننا انه نقول يا عمي هذا الفصيل من المقاومة بيشتغل غلط او بيشتغل صح، لاخذوا القضيه او لاخذوا، نرجع لنظره الغرب وطبيعه الصراع، صح؟ بالضبط. فانت بتحكي هذا هو الجزء من حركه حرب، ولا شان لهم ببقيه دول العالم. داعش كان تنظيم بحارب العالم، يعني هو كان اعدائه هم الغرب والدول العربيه والحكام العرب وكل مواطن ليس مع داعش. بمعنى داعش نفسه تنظيم عالمي ويريد أن يقيم ما يطلق عليه الخلافة. إذا هناك تشوه بالمقارنة، هناك فالمقارنة غير معقولة. وبعتقد أنه ماكرون أكيد سمع حكي في عنا وفي أمكن أخرى أنه هاي المقاربة بعد عنها غير جائز، ولذلك تصريحات ماكرون بدت تتعدل. طيب بناء هذه النقطة، هذا الخطاب الدبلوماسي الأردني، دكتور عمر، بكل تأكيد نبرة التصاعدية هو يأتي اليوم من موقف أول شيء وطني، ثاني شيء أخلاقي نتيجة لما يحدث في فلسطين المحتلة، وثالث شيء يستند لقرارات الشرعية الدولية. اليوم الأردن ما بيتحرك وحيدا، عنده مستند لقرارات شرعية دولية، القرار 194 242 و2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي وغيره كثير، طبعا عشرات القوانين الدولية اللي بتخص فلسطين المحتلة. ولكن أسألك اليوم وأشير إلى ما أشار إليه أستاذ جميل، مش ملزم كل هالقرارات الشرعية الدولية بما جاءت من قرارات، مش ملزمة إلا الفصل السابع نسمع بمجلس الأمن الدولي، وبالأخير أي شيء يتعلق بإسرائيل بيطلع لك الفيتو الأمريكي. طيب يا سيدي، كيف ممكن نقفز على هاي النقطة؟ أول شيء إذا بتلاحظ بالآونة الأخيرة، يعني قبل يومين، منظمة العفو الدولية لأول مرة منظمة دولية بهذه تدين إسرائيل بجريمة الإرهاب أو بجريمة بجرائم الحرب. ارتكبت إسرائيل جرائم إرهاب وجرائم حرب، هذه المنظمة الدولية أدانت إسرائيل. أكبر رئيس لمنظمة دولية غوتيريش بارح رأينا أنه علا سقف الخطاب كثيرا، لا بل وانتقد إسرائيل في همجيتها، في قتلها للمدنيين، في قصف المستشفيات والكنائس واستهداف المدنيين. إضافة إلى ذلك سيدي، الأمم المتحدة بشكل عام أو الميثاق الذي أنشأ الأمم المتحدة، هناك عندي أداتين مهمات كثير، مجلس الأمن والجمعية العامة. مجلس الأمن حين نقول عنه هو يعني بين قوسين الجهة التنفيذية أو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة، عنده أدوات حتى يحافظ على الأمن والسلم الدوليين. أدواته بإصدار القرارات، إما أن تكون هذه القرارات ملزمة أو غير ملزمة. إذا كان على الفصل السادس فتكون هذه القرارات غير ملزمة، على السابع
هي قرارات ملزمة ويخشى دائما كما تفضلت من استخدام حق نقض الفيتو، لكن على الطرف الآخر بقدر أروح على الجمعية العامة. صحيح كل ما يصدر عن الجمعية العامة من قرارات لا تحمل صفة الإلزام، لكن إذا صمم المجتمع الدولي أن يكون المجتمع الدولي لها قيمة الإلزام من الممكن أن تتحول إلى قرارات ملزمة. إضافة إلى ذلك أنا عم بنشر ثقافة أن إسرائيل دولة معتدية. إسرائيل دائما بتقول للعالم أنه ضحية هولوكوست، محاطة بمجموعة من دول الأعداء العرب الهمجيين، محاية الدولة الوحيدة الديمقراطية في شرق المتوسط. طب أنت لما أدينت لما بصدر قرار عن محكمة العدل الدولية أو رئيس استشاري عن محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل، والرأي الاستشاري عن محكمة العدل الدولية غير ملزم، لكن قامت الدنيا ولم تقعد. لماذا؟ أنا بحاول بنقل لم يعد مقبولا الصورة النمطية عن العربي بأنه همجي ومعتدي على الإسرائيلي، وأنا الإسرائيلي هو هذا الشخص المثقف، هذا الشخص المتعلم الذي دائما يقع ضحية اعتداءات. أنا عم بشوف الآن في القانون الدولي عندنا، أنا كتب لي ودرست بفرنسا وتعاملت ولا أزال على تواصل مع أساتذتي وبعض الزملاء، الآن النظرة بلشت تختلف، وهذا الذي نسعى إليه، وكل منا في موقعه. احنا بالقانونيين من دافع في القانون، انتم الصحافه الله يعطيكم العافيه ويبارك بجهودكم وجهودكم مباركه، عم ننشر صوره الدوله. جلاله سيدنا امبارح وزير الخارجيه خطاب وزير الخارجيه، حقيقة حتى جلاله الملك رانيا مع قناه سنن ايضا، يعني شيء يعني زي ما بيقولوا شابو، شيء ترفع له القبعات. خطاب كان صحيح. اقولها دائما، كان موجزا ولكنه لم يكن مخلا، ومسهبا ولم يكن مملا. نقل الصورة بحرفها، من خاطب المشاعر الإنسانية، خاطب القانونيين، خاطب الإنسانية جمعاء، طالب الإنسانية جمعاء بوقف نزيف هذا الدم. وأجلا أم عاجلا سوف يأتي يوم ويتحاسب. الجرائم لن تمر دون عقوبة، لكن قد يتأخر الوقت قليلا. ما دمنا نؤمن بأن هذا الحق لنا لن ينتهي، ولن ينتهي هذا الصراع، وقد قالوا جلالة سيدنا لن ينتهي هذا الصراع إلا بتحقيق الدولة الفلسطينية، بقيام الدولة الفلسطينية. ومن لا يقرأ التاريخ لا يستشرف مستقبل. 48 لليوم صار في هدوء دائما وأبدا من حرب إلى أخرى، وفي كل مرة إسرائيل تلجأ إلى أفكار وإلى طرق وما إلى ذلك. وحقيقة على الجانب الآخر يعني في شيء بحب أقوله، يعني صحيح نحن متألمين، تضحيات بطولية من هي ليست غزة فقط على فكرة، هذا جزء من الإعلام الإسرائيلي، الحرب على غزة، الحرب هي ليست غزة، هي الضفة كاملة، الضفة الغربية كاملة ليست غزة، الكل تحت القصف، الكل تحت النار، 103 شهداء أو 123 شهيد في الضفة الغربية إلى الآن، للحظة اللي عم نحكي فيها الآن بالضفة الغربية. هي القضية ليست غزة، هي الكل. لكن على الجانب الآخر إسرائيل ألا تتألم؟ ألا إذا بتشوف وبتقرأ بالاقتصاد الشكل الإسرائيلي عم بنزل، السياحة الداخلية صفر، الطيران ما فيه، الهجرة المعاكسة، امبارح على أحد المحطات حوالي مليون، ما أعرف هذا الرقم حتى لو لم يكن دقيقا، حوالي مليون إسرائيلي هاجر من إسرائيل ورجع إلى موطنه الآخر. وكما تعلم سيدي أنه معظم الإسرائيليين يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية مزدوجة، وهو رأس المال جبان، والإنسان بطبعه يحب الحياة والاستقرار، وبالتالي لست مضطرا للبقاء. بهذه النقطة دكتور عمر اسمح لي أن أخل فيها أيضا للأستاذ جميل. أستاذ جميل، إطالة أمد الحرب والتوقيت لصالح من؟ إسرائيل معها، هي معها الضوء الأخضر الأمريكي للسير في هذه المعركة سواء جوية برية لغير ذلك، ولكن إطالة أمد الحرب أكثر هل لمصلحة إسرائيل أم لمصلحة الفلسطينية؟ طبعا الفلسطيني للأسف يدفعوا ثمن باهظ، لكن نتحدث عن المقاومة الفلسطينية تحديدا. إطالة أمد الحرب أولا الثمن الباهظ الذي يدفعه الفلسطيني، وهو ثمن باهظ جدا وبكل المعايير. مبارح كانوا حاول أحدهم يقول لهم إحصائية اللي استشهد من الفلسطينيين في غزة كنسبة سكان بساوي 200 ألف أمريكي. صحيح مقارنة صح. نسبة وتناسب. كتناسب. وبالتالي في ثمن باهظ يدفعه الفلسطيني، ولكن سياسيا أعتقد ليس في مصلحة إسرائيل. إسرائيل تحتاج إلى حسم المعركة بأقرب فرصة. هناك تقديرات، وإحنا مش خبراء عسكريين، بنتابع الخبراء العسكريين والمحللين، هذه الحرب قد تدوم أشهر إذا أصرت إسرائيل تريد أن تذهب إلى النهاية
في تحقيق أهدافه. هذه الإطالة تدريجيا سوف يتقلص الدعم الدولي الإسرائيلي، ثم إذا تحسن أو زاد الوعي باستحالة حسم الصراع، أو أن النقطة التي سنكون عندها عندما تقف الحرب سوف تكون أسوأ من النقطة التي كنا عندها قبل 7 أكتوبر. وهذا وزير خارجيتنا أنا يعني بدي أحييه مرة ومرتين وثلاثة، لأنه قال للدول الغربية اللي بتدعم، قال إذا كنتم تعتقدون أنكم تدعمون إسرائيل بمواقفكم فأنتم مخطئون، أنتم تدفعون إسرائيل إلى الطريق الغلط الذي لن ينفعها. بمعنى أي كان الأمر، فاستمرار هذا الجرح النازف، استمرار القضية الفلسطينية بدون حل عادل لن يفيد إسرائيل. فهو عم بخاطب العمق الأبعد من الهستيريا التي أصابت العقل. يعني القتل اللي سيولد لاحقا الثأر طبعا، يعني وبالتالي انت ما بتصل لحل هون. بدل ما يكون في عندك مليون فلسطيني لديهم ثأر مباشر مع إسرائيل، راح يكون 2 أو 3 ملايين فلسطيني. ناهيك انه هذا الشعب انتهى، لن يقبل بديلا عن وطنه. يعني لو هجرت أهل غزة برا، وهذا يعني غير وارد في ظل المواقف العربية حتى من قبل الشعب الفلسطيني أستاذ جميل، طبعا لن موقف راسخ. وبالتالي ماذا تريد أن تفعل بهذه الملايين من الناس المتمسكين بوطنهم؟ تريد أن تبيدهم جميعا؟ فالموقف الكلام اللي حكاه وزير الخارجية في أهمية خاصة للوعي العام، وأنا بعتقد تدريجيا أوساط غربية راح تبدأ تنبه هؤلاء الزعماء الذين أصابتهم الهستيريا بأنه أنتم عم تدفعوا بترجعون إلى صراع الحضارات. إذا كان قيمة الإنسان الفلسطيني بالممارس كما تفعلون اليوم ليست مساوية لقيمة البشر الآخرين، إذا كان الميزان بمكيالين ماخذ مدى كاملا، إذا كان الموقف من القتل والتشريد يختلف بمن هو الضحية. الآن مكشوف للرأي العام العربي والإسلامي ولكل شخص لديه ضمير حي، وإحنا سمعنا أصوات في الغرب قوية وممتازة، يعني فضحت على سبيل المثال مباشرة تزييف الصور في بداية الحرب وقصة قطع رؤوس الأطفال وإلى آخره. إذا كان الأمر كذلك فالسياسة الغربية تعيدنا إلى أسوأ شيء يمكن أن يحصل في التاريخ المعاصر، وهو العودة إلى صدام الحضارات، إلى موضوع الإسلاموفوبيا، إلى حقيقة أن الغرب لا يحمل موقفا سياسيا أو مصلحيا من الصراع العربي الإسرائيلي، يحمل موقفا أيديولوجيا، يعني في حقد على هذا الشرق، على العرب، على المسلمين. طيب. وأنت تريد أن تدعم العدوان السافر عليهم. إذا كان هذا صحيحا فهو لا يؤدي إلى أي مكان، يمكن أن تولد 100 داعش جديدة. عموما رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في سياق تصريحاته فيما يخص هذه الحرب المسعورة على القطاع قال سوف تكون نتيجة الحرب شرق أوسط جديد، وسوف يشاهد الأجيال ما قد يحدث. هذا ما قاله في بدايته، وبدأنا هذه النقطة نحن نعرف بعد الفاصل. اليمين الإسرائيلي لا يريد استقرار وسلام في المنطقة. صحيح، نساش تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية. الحكومة الإسرائيلية الحالية عن المستقبل هذه الحرب. أوسط متفجر. المستقبل الأيام، المستقبل القريب سياسيا وعسكريا أيضا في ظل هذه الحرب المستمرة على القطاع، ولكن اسمحونا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. فاصل ثم نعود إلى صوت المملكة. أهلا بكم إلى صوت المملكة من جديد. أعود الآن إلى ضيوفي هنا بالاستوديو، وأنتقل للدكتور عمر العكور. دكتور عمر، عندما نتحدث اليوم عن القانون الدولي، وشوف يعني هذا الموضوع أنا بتأكد اللي بتابعونا بنزعجوا بهذا الموضوع، لأنه عم بشوفوا المآسي اللي عم بتصير في فلسطين المحتلة وما فيش أي
وقف أو موقف دولي حقيقي من قرارات الشرعية الدولية بتوقف أو حتى تدخل المساعدات بشكل مستدام لقطاع غزة. سؤال اليوم عندما تحدث عن مجلس الأمن، تركيبة مجلس الأمن الدولي والدول الخمسة تمتلك الفيتو وأعضاء 15 عضو في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مش إحنا بحاجة لتجويد عمل المرجعيات الدولية أكثر حتى تكون قراراتها عملياتية أكثر، عملية أكثر على أرض الواقع حتى تواكب ما يحدث؟ أنا شو بدي كل القرارات الشرعية الدولية ومش قادرة تنصف شعب ولا تدخل له علبة مي؟ أنا بشكرك على هذا السؤال، وإن شاء الله الناس بتنزعج من المجازر مش من القانون الدولي. لا أنا بقول لأنه الناس من جوا مضغوطة تتمنى أنه القانون الدولي ينصفها وينصف الأخوة فلسطين قدر المستطاع، أنه نسعى إلى تفعيل قواعد القانون الدولي، لا تطبيق هذه القواعد على هذه الدولة المارقة على القانون، ومن قوسين إنجاز لنا أنه نسميها دولة. تفضلت بمجلس الأمن، مجلس الأمن حقيقة يعني هو بتكون من 15 عضو، 10 منهم كل سنتين بتغيروا وخمسة دائمين هم والذين لهم حق استخدام النقد الفيتو. التشكيلة أو التركيب اللي أجت لمجلس الأمن بناء على سان فرانسيسكو منحت هؤلاء الخمس الذين انتصروا بالحرب حق النقد الفيتو، اعتقادا في تلك الحقبة أن هؤلاء الخمسة هم الأمناء على الأمن والسلم الدوليين، هم من خاضوا حربين عالميات ورأوا ويلات الحروب ورأوا أن هذا أن الناس أكلت أو تألمت وتآذت كثير من ويلات الحروب، فبالتالي هم أحرص ما يكونون على الابتعاد عن هذه الحروب. لكن يا أخي حقيقة في مصالح العالم الغربي ينظر إلى مصالحه، مصلحة العالم الغربي في مرحلة ما أنه أن يستخدم أمريكا حق النقد الفيتو ضد أي قرار يكون في مصلحة للعرب. احنا من واجبنا كأمة عربية كدول عربية وكما تفضل أخي جميل أن ننقل موقفنا السياسي للآخرين بحيث أننا نستطيع أن نغير هذه المواقف ونطلب منهم على الأقل، على الأقل احنا ما بنقول بدنا يستخدموا ويلجأوا للسابع ضد إسرائيل لأنه هذا لا يتصور، على الأقل أن نطلب وقف. لم تجرؤ أي دولة إلى الآن مطالبة بوقف إطلاق النار إلا الأردن، دولة أخرى لم تطلب أي دولة دخول مساعدات بشكل كامل وإنما طالبوا بزيادة عدد الشاحنات التي تدخل غزة. المينيموم تحتاج يوميا المينيموم 500 شاحنة، صحيح كانت تدخل 500 شاحنة يوميا. من نطلب من المجتمع الدولي أنه مثلا لو نزيد مثلا يسمحوا لنا بالوقود. الآن المنظومة الصحية في غزة على يعني على شفا أو على حافة انهيار تام، ما في وقود، ما الغذاء الأساسي وما إلى ذلك. ما لن يتم تجويد أو تفعيل قواعد القانون الدولي العام وتطبيقه إلا من خلال الحجة والإقناع. علينا دور، علينا دور إحنا كثير أن نرسل رسائل إلى العالم، إلى دول هذه العالم أن مصالحها ليست مطلقة مع إسرائيل. الآن في صوت عربي قوي بيقول لك أنه ممكن يكون في حلفاء غير أمريكا. انتهى بين قوسين عصر القطب الواحد في مرحلة ما أيام بال2003 لما صار الدخول على العراق كانت أمريكا لا تزال القطب الواحد. الآن موازين السياسة تغيرت وهناك للدول أدوات ضغط كثيرة. جو بايدن بيقول لك لو لم تكن هناك إسرائيل لأوجدنا إسرائيل. نعم صحيح لاخترعناها لأنها هي تمثل نقطة ارتكاز للأمريكان. بايدن قال سنقاتل في أوكرانيا حتى آخر جندي أوكراني وليس آخر جندي أمريكي. المصلحة هناك وإسرائيل هون. بايدن لم يقولها بطريقة مباشرة سنقاتل في شرق المتوسط حتى آخر جندي إسرائيلي. طيب من هذه أعتقد الأستاذ جميل، أستاذ جميل اليوم جانب إسرائيلي يضع، لأنه نقرأ في آخر سؤال لما يبقى لدينا وقت فيما يخص مستقبل هذه الحرب سياسيا أو حتى عسكريا، يضع تضع الحكومة الإسرائيلية هدف فضفاض تحدثت فيه أكثر من مرة وهو القضاء على حركة حماس. طب مش مفهوم، زمان كان يقول لك نوقف إطلاق الصواريخ، مندمر الأنفاق، منعيد الردع للجانب الإسرائيلي وبتتوقف الحرب. اليوم حاط هدف كبير، تسلق نتنياهو إلى أعلى الشجرة. باعتقادك اليوم نتنياهو مش قادر ينزل من هاي الشجرة، مش عارف وين رايح؟ شغف الانتقام من عملية 7 أكتوبر ما زالت هي التي تسيطر كما تحدثت، يتصرف بشكل هستيري حتى هذه اللحظة. صحيح، شغف الانتقام هو الذي يحركه حتى الساعة ومصالحه السياسية، لأنه كان مأزوم وكان في مظاهرات شخصية. مصالحه الشخصية ومأزق لليمين ائتلاف اليمين المتطرف. هم جابوا الأطراف الأخرى للائتلاف الحكومي، ولكن في أي لحظة تتوقف فيها الحرب راح تبدأ مساءلة نتنياهو وراح يخسر ويطلع بجوز ينسجن كمان. لذلك
هو حريص أنه يحقق ما أطلق عليه النصر الكامل. النصر الكامل يعني أنه يقضي على حماس أو يحقق ما تحدث عنه قلب خارطة الشرق الأوسط. وأنا يعني وكتبت مقال خاص عن الموضوع، نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، تهجير قطاع غزة ثم خلق مشكلة جديدة للفلسطينيين والعرب ويدبروا حالهم مع العالم. الآن هذا ليس سهلا، لا بل يعني إذا من وجهة نظر موضوعية يكاد يقترب من الأسلحة من الاستحالة استئصال حماس. وجلالة الملك في ألمانيا باللقاء مع مجموعة من السياسيين وقادة المجتمع الألماني، نعم، قال لهم حماس مش آلية تطلق عليها قذيفة وتدمرها، حماس أيديولوجيا الفكر، ولذلك أنت لا تستطيع أن تواجه الفكر إلا بالفكر والسياسة بالسياسة، وبالتالي يجب أن تطرح بديلا. حماس نشأت نتيجة الظروف اللي فيها فلسطين، مسار السلام المتعثر، ضعفت السلطة الفلسطينية اللي تدعو للسلام وما بدها تعمل حرب ولا بدها تحمل السلاح، لأنه صار تنكر لحق الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة واستمر الاستيطان إلى آخره. ولذلك إذا لم يحل الصراع سياسيا فلا إمكانية للانتصار بسحق الشعب الفلسطيني أو سحق أو حماس بوقف أو أي فلسطيني طرف فلسطيني. طيب بدي أشكرك، بس أنا بدي ما ضلش كلمة 20 ثانية تفضل بشكل سريع. بسيط، لا أنا بدي أؤكد على اللي حكاه الدكتور عمر أنه ما نستهين بموضوع القانون الدولي. يعني هو أحد أدوات الصراع. اليوم لما كان أيمن الصفدي بقول لهم في اتفاقية جنيف العام 1949 التي ترفض وتعتبر تجاوز على القانون قطع الماء والكهرباء عن السكان والمواد المدنيين، لا تهجير المدنيين، هذا بضع العالم صحيح. في أوكرانيا جريمة حرب وفي غزة مش جريمة حرب. أشكرك جزيلا الشكر عضو مجلس أعيان أستاذ جميل النمري، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا للدكتور عمر العكور أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، يعطيك ألف عافية. شكرا. نهاية هذه الحلقة من صوت المملكة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.